معنا هاتفيا بشأن تطورات المشهد السوري من اسطنبول الباحث السياسي السوري صالح فاضل. مرحبا بك. ما دلالات إخفاق جولة محادثات أستانا 11 في التفاهم على اللجنة الدستورية السورية؟ هل هناك يعني جدية من نظام الأسد بالوصول إلى حل سياسي؟ مرحبا بكم. بكل الأحوال الحقيقة النظام السوري لا يمكن أن يتنازل عن قضايا مهمة بالنسبة للمفاوضات السياسية على الإطلاق، لأن أي تنازل مهم فالنظام مبني على مسألة ديكتاتورية مترابطة أمنيا برباط قوي جدا. ما إن تسقط خرزة أو حلقة من هذه الحلقات فستفرض كافة الحلقات، ولذلك النظام السوري لا يمكن أن يقبل إلا بهيئته الحالية مع قليل من الرتوش والوظائف البسيطة ليرضي بها المعارضة السورية، وأقصد الجزء المنبطح من المعارضة السورية الذي يفتش عن موطئ قدم حتى لو كان مع النظام، يعني أشبه ما يكون بأيام مفاوضات ياسر عرفات مع الصهاينة، يحتاج على لو كان قرية واحدة هو يريد أن يكون دولة، وهذا هناك نمط من أنماط المعارضة السورية تريد موطئ قدم حتى لو كانت على أجساد ودماء الشهداء. واشنطن ذكرت أنها ستنهي محادثات أستانا إن لم ينتج عنها لجنة دستورية، وإذا أنهيت أين سيتجه برأيك المشهد السياسي السوري؟ الأصل كما نعلم جميعا أن أستانا هي مكان للاتفاقات العسكرية، وأنشأوها لأن اعترضت عليها الولايات المتحدة الأمريكية، اعترض عليها بعض الثوار وقالوا أن أستانا فقط لتفاهمات عسكرية ورسم بعض الخارطة العسكرية بين النظام وبين قوات المعارضة وبين وغير ذلك، وإذا بالتقسيط يبدأ بتداول قضايا سياسية. وبالتالي الآن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم يقينا أن أستانا هي تصنيع روسي بامتياز بالضغط بالتعرف من وبالآلة العسكرية الجوية والقتل الممنهج على الشعب السوري، وضغوطات من بعض الأصدقاء جروا المعارضة إلى أستانا. أمريكا لم توافق على أستانا ابتداء، ثم الآن بعد أن أصبحت أستانا بخبر كان لم تحقق أي شيء البارحة، يعني رغم أستانا البارحة سمعنا عن 25,000 مواطن من مدينة جرجناز قد هجروا تحت وطأة القصف الصاروخي الثقيل من قبل النظام، رغم أن هذه المنطقة مصنفة هي من المناطق المنزوعة السلاح. فأستانا عمليا لم تحقق شيء، ولذلك أمريكا لم تحقق شيء مع خروق نظام الأسد كما ذكرت. ولكن لماذا يخرق هذا النظام كل تلك الاتفاقات، وأين الضامن له إذا استمر نظام الأسد بضرب إدلب؟ حقيقة الأمر يبدو أن هناك يعني النظام وإيران يبدو أنهم ليسوا راضين تماما عن روسيا وتوافقاتها مع تركيا، وبنفس الوقت روسيا ليست راضية تماما عن تركيا، لذلك الحقيقة النظام وإيران بنفس الوقت الذي يخالفون في روسيا لكن يحققون لروسيا مصلحة ما بالضغط على تركيا. من هذا المنطلق النظام وإيران يعني يستخدمون هذه الفجوة الروسية التركية ويقصفون هذه المناطق، إضافة على أن في جنوب سوريا هناك تواجد إيراني وهذا يغضب إسرائيل، فيبدو أن انتقال القوات الإيرانية انتقلت من الجنوب من حدود فلسطين المحتلة باتجاه مطار حماة ثم باتجاه منطقة جسر الشعور وحزب الله كذلك باتجاه منطقة جبل التركمان، كل هذا ضمن توافقات أو رسم الخرائط والضغوط هنا وهناك ريثما تستقر مناطق النفوذ الدولية حسب تفاهمات ما وراء الكواليس.
أيضا الولايات المتحدة ذكرت أنها قد تطبق مشروع العراق في سوريا ضمن إطار عملية المراقبة في غضون 13 عاما، يعني يشبه الحصار على العراق في التسعينيات. لماذا انتظرت الولايات المتحدة 7 سنين للتلويح بهذا الخيار؟ هل يمكن فعلا تطبيقه على الأرض؟ والله الحقيقة يعني في ظل التفرق بين فصائل الثوار السوريين، في ظل تكالب الدول على النفوذ في سوريا، في ظل تشتت كبير، في ظل الضعف العربي بجامعتها العربية التي يجب أن تغلق لأنه الحقيقة ليس لها أي مفعول. نعم، تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض ما تشاء بكل أسف إذا بقينا بهذه الحالة. لذلك ندائي إلى فصائل الجيش الحر للتوحد في إطار جيش وطني واحد، ندائي أيضا إلى المؤسسات الثورية في المناطق المحررة التداعي إلى توحيد جهودها وإنضاج إدارة سياسية وإدارة تنموية واحدة لأن يكون لهم قوة لمواجهة المشاريع الأجنبية في سوريا. شكرا جزيلا لك. إذن من اسطنبول باحث السياسي صالح فاضل.